بطولة كأس الخليج، ونصل إلى المباراة النهائية المرتقبة والمنتظرة هنا في جدع النخلة. من أدار الافتتاح سيدير المباراة النهائية. ضربة البداية أبا العراق، شاركوا كريم الآلي لحسين علي، الكرة بتتهيأ، الضربة الجميع سالما بإذن الله، الكرة طويلة إلى الأمام، سلامة الجميع بالتأكيد، اتركوها بالتأكيد للآخر، الكرة فيها تصويبة ولكن الكرة سهلة تصل إلى إبراهيم المخيري الحارس الواضح في الصورة، حارس نادي النهضة صاحب 25 سنة والتسع مباراة دولية. شاركوا كريم، يا سلام يا شاركم، بيلعب لكرة جميل، وقف سيطر بعض لاعبو المنتخب العماني. كريم العرضية يا شيركو، يرسل كرة أقصى لأسعد الحسني، الكرة تصل فيها مرور، فيها تصويبة يا رب، حارس المرمى يتصدى، عمان تقول أنا هنا، السلطنة يبدأ يبعث أهداف نظيفة. يومها سوبر هاتريك لحسين سعيد، يومها هدفين لفلاح حسن، يومها عادل خضير سجل المنتخب، لكن الكرة تعود من جديد، العراق يضغط يصوب يا رب، هدف عراقي أول، خطوة واحدة لصناعة التاريخ، لتحقيق الذهب، لمعانقة المجد، للوصول إلى الأحلام اللي عيونه الثنتين على أيمن يخلي وحدة البايش، يخلي وحدة البايش نجم البطولة يسجل ربما أغلى أهداف البطولة، ربما أهم أهداف العراق. الله على إبراهيم بايش، الله على التسديدة، الله على الرقم 8، شوف التصويبة، شوف إبراهيم بايش، إنه صانع لعب لكنه يسجل أهم الأهداف. الكرة في شباكي حارس المرمى إبراهيم المخيني، 1-0 تقدم العراق، 1-0 تقدم الرقم 8، العيون الثنتين على أيمن حسين، يخلي وحدة البايش يا الله يا إبراهيم، ولك الأهداف الحلوة هذه من وراها عيني، وراها إبراهيم بايش. 1-0 كيف ستكون ردة فعلي أبناء سلطنة عمان من جديد؟ مرة أخرى الكرة بتتهيأ عراقية، الخليجي بكل تأكيد بدون استثناء اهتماما أكبر في جدولة هذه البطولة، في اختيار توقيتها المناسب والمثالي والذي يساعد على النجاح في المشاركة. صلاح الإحيائي، الكرة العالية، الله على التمريرة، من التمريرة، ماذا يقول الحكم؟ حكم المباراة يشير إلى استمرار اللعب، لاعبي المنتخب العماني يطالبون بركلة جزاء، الله على تمريرة الإحيائي، الكرة بتتحول إلى خارج الآن، يا يحيائي، بيرسل الكرة في مكان إلى حارم، لكن الكرة تصل، لو عد الله، يا لها من التمريرة، يا لها من الكرة لم تصل إلى أمجد، يا لها من لقطة يا شيركو. لاعب نادي الكويت الكويتي شرك صلاح الإحيائي، عدى صلاح الإحيائي، مرار، لكن العودة جميل لأحمدي، تصويبة من بعيد لكنها ضعيفة، لا يترك له العراقيون مساحة وراحة. انظر إلى العراق، حسين علي قوية، مستحيل، انظر إلى العراق، يا لها من الكرة يا حسين، يا لها من ضربة كادت ايش أمن حسين علي، عرضية رأسية، مستحيل يا رب، ضاعت الكرة من المدافع مصطفى ناظم، انظر إلى حسين علي، كرتين للعراق، رأسية تأتي من مصطفى ناظم، لكن الكرة إلى خارج الملعب، والمرمى لم يكن به الحول، ويهتفون من أجل عراقهم، من أجل منتخبهم، من أجل أسودهم، من أجل ليالي البصرة وختام ليالي البصرة في خليج 25. هذا مباراة ثانية يا حسين، عرضية يا حسين، الكرة بتتحول وبتعدي يا عراق، يصل الآن حسين علي في مكان إلى ضرغام، لو عد عراق لكي تثبت بأنها قادرة على أن تنظم تنظيما، حل فردي فيها صلاح،
فيها الصلاح، فيها الإحيائي، فيها ركلة جزاء، فيها ركلة جزاء من أول تهديد عماني، يصلون إلى ركلة الجزاء، لم يسلموا بعد، لم يرفعوا المنديل. منتخب عمان أمام جماهيره هنا في البصرة يحتفلون بركلة جزاء لم تسجل بعد، لكن الله يا صلاح. عماد الحوسني عاد فجأة، عماد الحوسني ظهر فجأة، جميل الأحمدي يتقدم، الله مستحيل يا جلال، هذا ما تحتاجه العراق في موقف كهذا الموقف. حارس عظيم يعيد فرحتهم التي لا يريدون أن يفقدونها أبدا. يا جميل ماذا أضعت يا جلال، لن ينسوا الجميل يا جلال، لن تنسى العراق الجميل، لن تنسى العراق. وقعتها يا جلال، قفزت يا جلال، فتح لصيف ونور صبري يتصدى. سورستوم كانوا شاهدين يا سورستوم، لو عدى دخول الآن من المسلمي والكرة بتتحول إلى خارج الملعب. بالمناسبة المنتخب الوحيد الذي لم يخسر أي بطولة وهو المستضيف في كأس الخام العماني يسابق الزمن. عرضية لو عدى الآن بتعدي، وفيها مرور، فيها تقدم، فيها تصويبة، لكن من بعيد، من بعيد لم ينجح مع منتخبه حتى الآن. راسية تأتي، جلال حسن أقرب ويمسك بالكرة الآن جلال حسن. على طاري الحراس، ليست فقط العراق التي قدمت حراسا في عمان، لا يمكن أن ننسى يوسف عبيد اللي قد تقدم، اليحياء يتقدم، بيلعب لكرة، مستحيل مستحيل. تحيا عمان، تحيا السلطنة، تحيا يا صلاح. اليحياء في آخر فرص خليجي 25 في البصرة يعود بعمان مرة أخرى. يا لها من لحظة، يا له من سيناريو، الأولى ضاعت عن طريق جميل، والثانية سجلت عن طريق الجميل، الجميل صلاح، صلاح اليحيائي يعيد عمان مرة أخرى. عطوان أمجد عطوان، ستجد طريقا لشفاء جراحك التي ظننت أنها لن تشفى أبدا، عن طريق الأسود، عن طريق الأبطال، عن طريق أمجاد. يختار الأمجاد، عرف يختار متى يطلع، متى يلمع في النهائي. نجم العراقي يسطع كرة من جميل، جميل اليحمدي، عرضية، مستحيل مستحيل. لا يموت العماني، لا يموت العماني أبدا، مستحيل اللقطة، إنها تتمسك بهم ويتمسكون بها، إنها تريدهم ويريدونها، إنها تعود لهم ويعودون لها. انظروا إلى الجميل، انظروا إلى الرأسية، عمر المالكي هذه المرة، عمان تعود مرة أخرى في جنون كرة القدم، في ريمونتادا خيالية، في نهاية تاريخي، في سيام. الكرة العرضية الآن من أمجد، رأسية، مستحيل مستحيل. الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ، الأبطال وحدهم يكتبون المجد، يكتبون الذهب، يحققون الحلم، يصنعون أمجادهم. الله يا مناف يا يونس، الله على أسود الرافدين في الوقت الذي لا يمكن العودة فيه يتقدمون. الحلم حلمهم، البطولة بطولتهم، لا يمكن أن